إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. أيها الإخوة الكرام، هذه كلها مقدمات، لكن مركز الثقل في هذه الخطبة هو أن معاناة الناس في شتى بقاع الأرض معاناة كبيرة جدا. يعانون من الفقر، يعانون من القهر، يعانون من الضيق، من الأزمات النفسية، من التعسير. الطرق مسدودة. آية واحدة، وأنا أعني ما أقول، وأتمنى على الله أن تكون هذه الآية واضحة عندكم جميعا، بل أن تكون منهجا لكم. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ماذا تعني الآية؟ تعني الآية أن الأبواب كلها مغلقة. متى تقول أين المخرج؟ إن رأيت الأبواب كلها مغلقة. أحياناً يطرق باب العمل فيسد في وجهه، يطرق باب الزواج يسد في وجهه، يطرق باب شراء البيت يسد في وجهه. يقول: ماذا أعمل؟ متى يقول الإنسان ما المخرج؟ حينما تستحكم الحلقات، نزلت فلما استحكمت حلقاتها، حينما تسد المنافذ، حينما يضيع الأمل، حينما يقع الإنسان في الإحباط، حينما يقترب من اليأس. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. الآية أيها الإخوة آية جامعة مانعة، لعلها في سياقها هي في سورة الطلاق. من يتق الله في تطليق زوجته يجعل الله له مخرجا إلى إرجاعها. طلقها طلقة واحدة وفق السنة، بعد يومين خف غضبه وشعر بحاجة إليها ورأى أن الأمر لا يستدعي ذلك. بعد أيام راجعها فعادت إليه بلا عقد وبلا أي شيء، يكفي أن يقول لها: راجعتك فهي له. فمن يتق الله في تطليق زوجته يجعل الله له مخرجا إلى إرجاعها. هذا المعنى السياقي، لكن عظمة القرآن الكريم أنك إذا نزعت آية من سياقها منهج، منهج كامل. من يتق الله في اختيار زوجته يجعل الله له مخرجا من الشقاء الزوجي. من يتق الله في تربية أولاده يجعل الله له مخرجا من عقوقهم. من يتق الله في كسب ماله يجعل الله له مخرجا من إتلاف المال وضياعه. من يتق الله في توحيده يجعل الله له مخرجا من الشرك. من يتق الله في علاقاته المهنية يجعل الله له مخرجا من الإحباط في عمله. آية لا تنتهي، ولكن الذي ألح عليه القسم الثاني منها: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا كلام خالق الأكوان، هذا كلام رب العالمين، هذا الكلام مطبق في كل زمان ومكان، رغم أنف كل الظروف وكل الأوضاع المعيشية السيئة وكل الأبواب المسدودة. حدثني أحد علماء دمشق، جاءه شاب لا عمل ولا شهادة ولا يملك شيء، واقترب من 28 وما في أمل لزواجه، وما في أمل ولا أن يسكن غرفة في رأس الجبل. قال له هذا العالم: اتق الله. قال له: هذه الكلمة ما لا تعني شيئا الآن، أين أصرفها؟ قال له: هذا الذي عندي، اتق الله. يبدو أن هذا الشاب فهم هذه الكلمة بأبعادها البعيدة. هو يعمل موظف في محل تجاري، بدأ يعمل وكأن المحل له، ضبط وقته بالدقائق، إن ذهب إلى الصلاة 8 دقائق فقط،
اعتنى بالزبائن عناية مذهلة. يعني هو صدق هذا العالم، أنا سأتقي الله بس ما في أمل، لا بيت ولا زواج والمعاش ما بيكفي 5 أيام. قال له اتقي الله. يقول لي هذا الأخ الكريم العالم، قال لي بعد 2 سنين جاءني رجل بثياب حسنة ودعاني إلى بيته لأزوره في أرقى أحياء دمشق. قال له من أنت؟ نسي الواحد إلا منا بيلتقي باليوم مع 50 شخص. قال له أنا الذي جئتك قبل 2 سنين وقلت لك كلمة اتق الله أين تصرف؟ أنا الآن متزوج وعندي بيت في أرقى أحياء دمشق. قال له ما القصة؟ قال له والله صاحب العمل لما رأى هذه الاستقامة وهذا الصدق وهذا الدوام الصارم وهذه العناية الفائقة بالزبائن اشترى بيت فخم ولم يخبرني. قال لي كلما أراد أن يكسو هذا البيت تعال اختر البلاط، أنا أثق بذوقك، ما قال له لك البيت. بعد ما انتهى هذا البيت لك وبنتي رشحتها لك زوجة، اذهب وانظر إليه. أخواننا الكرام، والله ثم والله ثم والله، بأصعب الظروف بأشد الحالات، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والله عندي مئات القصص. اتق الله، لأنه الله عز وجل أمرك بيده، ما سلمك لأحد. هو الرزاق، هو الرزاق ذو القوة المتين. اتق الله، أتقن عملك، اضبط جوارحك، اضبط لسانك، اضبط دخلك، كن ورعاً، ترفع عن الحرام، وسوف ترى من الله ما لا يصدق، ما لا يصدق. هذا الكلام ليس خاصاً بهذا الشاب، لا والله، لا والله، هذا الكلام لكم جميعاً، وكل واحد منا قابل لأن يقطف ثمار هذه الآية. ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب. أخ كريم سكن في بيت واشترطت عليه صاحبة البيت أن يخرج متى شاءت في أشد حالات الأزمة السكنية في 80s. أتريد البيت؟ قال له حاضر. أعطته مهلة 2 شهر. المحامي الذي سطر له التعهد بإخلاء البيت بعد 2 شهر بعد أن وقع قال له أنت مجنون، أنت أصبحت في الطريق وأنت مستأجر ولك حق سرمدي بالنظام القديم طبعاً. قال له أنا توكلت على الله. القصة طويلة والله يا أخوان، والله رزقه الله بيتاً ليس من المعقول أن يسكنه بدخله الذي، لكن ترك البيت لله. ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب. مستحيل وألف ألف 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 مستحيل أن تطيعه وتخسر، ومستحيل وألف ألف ألف مستحيل أن تعصيه وتربح، مستحيل وألف ألف مستحيل أن تطيعه وتذل، ومستحيل وألف ألف مستحيل أن تعصيه وتعز، تعز إلى حين ثم تأتي ضربة الساطور. أيها الإخوة الكرام، من ابتغى أمراً بمعصية كان أبعد مما رجا وأقرب مما اتقى. يعني أكثر أزمة أو أشد الأزمات الآن لك ما في شغل، بلا عمل، بلا بيت، مالي متزوج، بلا عمل، بلا بيت، مالي متزوج. أنا أخاطب الشباب، أقسم لكم بالله زوال الكون أهون على الله من أن يأتي شاب ويستقيم على أمر الله تماماً، ضبط جوارحه، ضبط لسانه، ضبط عينه، ضبط أذنه، ضبط يده، ضبط رجله، ما مشى إلا إلى طاعة، ثم لا يجد من الله ما لا يصدق، ما لا يصدق. سيدنا سعد
فداه النبي بأمه وأبيه، ولم يفد أحدا من صحابته بأمه وأبيه إلا سيدنا سعد. قال له ارمي سعد فداك أبي وأمي. كان إذا دخل سعد على النبي قال هذا خالي، أروني خالا مثل خالي. لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام قال له سيدنا عمر، قال له يا سعد دقق، لا يغرنك أنه قد قيل خال رسول الله، فالخلق كلهم عند الله سواسية، ليس بينه وبينهم قرابة إلا طاعتهم له. هذه القصة قابلة لكل واحد منكم أيها الشباب. استقم استقم وانتظر، وانتظر شيء لا يصدق من الله بكل الظروف، بالجفاف، بالبطالة المنتشرة، بضآلة الأعمال، بقلة الدخل، بغلاء الأسعار، هذه كلها ظروف أرضية لا تتأثر بها الآية الكريمة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا مما هو فيه. في عندك مشكلة بالعمل، مشكلة بالبيت، مشكلة بالصحة، مشكلة بالدخل، مشكلة من الجيران، مشكلة ممن هو فوقك، مشكلة ممن هو أقوى منك، ما دام في مشكلة اتق الله يجعل الله لك مخرجا. والمكافأة الثانية ويرزقه من حيث لا يحتسب. والله مر أخ من إخواننا توفي قريبه ابن عمه، كان أستاذ جامعي، يعني صور أنه دخله كافي، فقال لأولاده اليتامى دين والدكم علي، قال لي توقعت 10,000 20,000 يعني بآخر الأيام، فلما سألهم قال 380,000، قال لي تعهد خلاص دفعته. والله في صحن هذا المسجد قال هذا الكلام وبكى، قال لي والله بعد أيام نصيبي من صفقة واحدة 380,000 ولبضاعة كاسدة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. هي الآية لكم جميعا، هذه لكم أيها الشباب، عندك مشكلة الزواج والبيت والعمل، هي أضخم مشاكل الشباب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا الشاب الجميل الذي دعته امرأة ذات منصب وجمال، امرأة العزيز، هو عبد ومسافر وبعيد وشاب، عد العلماء 10 أسباب تسهل له أن يلبي رغبتها. قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مسواي. فلما صار عزيز مصر قالت جارية في القصر، سبحان من جعل العبيد ملوكا بطاعته. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام، إني لأعلم آية لو أخذ الناس بها لكفتهم. ثم تلا هذه الآية، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اتق الله، استقم تماما، اضبط لسانك تماما، لا غيبة ولا نميمة ولا بهتان ولا محاكاة ولا تقليد ولا كذب ولا تدليس. اضبط عينك، غض بصرك عن محاسن النساء حتى يهبك الله زوجة صالحة. أنا أخاطب الشباب، تسرك إن نظرت إليها، وتحفظك إذا غبت عنها، وتطيعك إن أمرتها، وهي حسنة الدنيا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. تعفف عن الحرام حتى ترزق رزقا حلالا طيبا. وما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه في دينه ودنياه. والله أخ من إخواننا أقسم لي بالله أصبح دخله صفرا، عنده معمل بسيط للسريات، ما في بيع إطلاقا، أقسم لي بالله ما معه ثمن ترسيم سيارته. جاءه عرض الأرباح قريب 40 ملايين، أراجيل، بحث عني وجدني في أحد مساجد دمشق ألقي درس، فلما انتهيت قال لي جاء الفرج،
قلت له ما الفرج؟ قال لي والله صفقة للأراجيل. قلت له أنت ما ترى في الدخان أصفر لونه مثل مبين بداية الرفض. قلت له والله ما في فتوى، الدخان حرام، وهي نفس الأرجيلة 16 سيجارة وقوة تأثيرها وأضرارها. همد همد، أقسم لي بالله بعد 20 يوم جاءته صفقة سريات والأرباح مضاعفة وحلت مشكلته. والله أخ صاحب معمل، إجا إنسان طلب تصنيع شيء لشيء محرم، هو الشيء ممكن يباع بدون ما يعرف محرم، قال له هي من أجل كذا شيء محرم، قال له بعتذر. فنشأت مشكلة كبيرة، يعني صاحب المعمل الأب مع إنجاز الصفقة، الابن رفض، قال له بطردك، قال له طرد، بيشتغل بياع صحون بالحميدية. بعدين الأب راعى الأمر ما عاد، أقسم بالله جاءته صفقة أرباحها بالملايين بعد 22 يوم. ما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه. أنت عم تعامل إله، عم تعامل خالق السماوات والأرض، عم تعامل الرزاق القدير الغني السميع البصير العليم. لا تزهد بعلاقتك بالله، الآمر ضامن، ما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه في دينه ودنياه. هذا أهم موضوع بالخطبة، تأمين بيت والرزق وعمل وزوجة. هالكلام للشباب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.